هل تعلم أن الحمام الزاجل انقرض؟ وليس الحمام الزاجل فقط، بل وكذلك أندر وأغرب أنواع الضفادع. لمعرفة القصة وراء انقراضهم تابعونا. الحمام الزاجل هو الحمام المستخدم في إرسال الرسائل عبر العصور القديمة، وذلك لذكائه وقدرته على حفظ الأماكن. وهو يشبه الحمام الذي نراه يومياً، ولكن بريش أكثر طولاً. وفي القرنين 17 و18 كان الحمام الزاجل في كل مكان، كان منتشراً لدرجة أنه عندما يبدأ في الهجرة يجعل السماء سوداء ويحجب الشمس لساعات أو حتى أيام كاملة. ربما كانوا أكثر الطيور شيوعاً على الكوكب بأسره، وذلك حتى حوالي 300 عام مضت. ولكن بحلول أوائل القرن 20 بدأ ينظر هذا النوع في الطبيعة من حولنا، لدرجة أنه تم منح المكافآت للأشخاص الذين يمكنهم العثور على أي دليل على أن هذه الطيور تعيش في البرية. ولكن كيف حدث ذلك؟ الجواب للأسف أنه تم اصطيادهم لاستعمالهم في إرسال الرسائل، ولكن لم يكن الصيد هو الذي تسبب في انقراضهم تماماً، فكان الحمام الزاجل يحتاج إلى التعشيش وتربية صغاره حول الكثير من الحمام الآخر. لذلك عندما بدأت أعدادهم في الانخفاض بسبب الصيد، أصبحوا غير قادرين على التكاثر بشكل صحيح، وتسبب هذا في جعل فصيلة الحمام الزاجل هشة بين باقي أنواع الحمام. وعندما اصطادهم البشر وأطلقوا النار عليهم وحاصروهم، وقد تمكنوا من إبادة النوع بأكمله. وجاء ذلك بالتزامن مع إزالة الغابات للاستفادة بأخشاب الأشجار، وكانت تلك هي القشة التي قسمت ظهر البعير للكثير من فصائل الحيوانات والطيور البرية. وتوفي آخر طائر زاجل اسمه مارثا في حديقة حيوانات عام 1914، وفي عام 1988 وتحديداً في الغابات الضبابية بكوستاريكا فقدنا نوعاً آخر من الكائنات الرائعة، وهي فصيلة الضفادع الذهبية المميزة الشكل، وذلك بسبب إزالة الغابات والتلوث الذي ينتج عن حرق الوقود لتشغيل الآلات المستخدمة في قطع الأشجار. كان شكلها مثل الضفادع التي يمكنك أن تجدها في حديقتك، إلا أن الذكور كانت برتقالية وذهبية زاهية، والإناث كانت خضراء داكنة مع بقع حمراء كبيرة على جسمها. ألوان رائعة، أليس كذلك؟ مع الأسف لن نراها مجدداً من حولنا. كانت الضفادع الذهبية تعيش في مساحة صغيرة تبلغ 4 كيلومترات مربعة في جبال كوستاريكا. اعتاد العلماء العثور على مئات الضفادع التي تم تجميعها للتكاثر في برك صغيرة في مواسم الأمطار، لكنها أصبحت فجأة نادرة جداً، وتم العثور على 10 فقط في عام 1988، وبعدها بعام تم العثور على 1 فقط، ولم يتم رؤية المزيد من الضفادع الذهبية منذ ذلك الحين. لا أحد يفهم حقاً ما حدث للضفادع الذهبية، على الرغم من أنه من الشبه المؤكد أن ذلك كان نتيجة لنشاط بشري، فموطنهم قد تأثر بإزالة الغابات وبسبب تغير المناخ وبتلوث الوقود كما ذكرنا، وكذلك بسبب جمعها أيضاً لإجراء التجارب عليها، حيث أنها كانت تتميز ببشرة رذبة حساسة مقاومة للفطريات وبكتيريا الطبيعة. ويبقى الإنسان حتى اليوم هو أخطر كائن يعيش على الأرض. لا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد.